بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روسيا تقرع طبول الحرب، وبايدن يهدد باستهداف بوتين شخصيا حال غزو أوكرانيا. لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية، ولكن في البداية لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. قرعت روسيا طبول الحرب بإطلاقها مناورات عسكرية على أبواب جارتها الغربية أوكرانيا، فيما حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من فرض عقوبات قاسية عليها تشمل إجراءات تستهدف الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا إذا اجتاحت القوات الروسية أوكرانيا. وبدا أن منسوب التوتر في هذه الأزمة آخذا في التصاعد، مع تأكيد البيت الأبيض أن خطر الغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال وشيكا. وأعلن الرئيس جو بايدن أنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين شخصيا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، محذرا أن هذه الخطوة تترتب عليها نتائج هائلة حتى إنها قد تغير العالم. تصريحات خطيرة تدل على أن العالم على فوهة بركان. وخلال زيارة إلى متجر صغير في واشنطن، سألته صحفية عما إذا كان واردا بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصيا، فأجاب بايدن: نعم، يمكن أن أنظر في ذلك. وحذر مسؤول أمريكي رفيع من أن بلاده لن تتوانى عن فرض عقوبات قاسية على روسيا تشمل قيودا على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية، مطمئنا حلفاء واشنطن الأوروبيين بأن أي استخدام من جانب موسكو لصادراتها من النفط والغاز باعتبارهما سلاحا ستأتي بنتائج عكسية. وقال المسؤول لصحفيين طالبا عدم الكشف عن هويته: نحن على استعداد لفرض عقوبات تحمل تداعيات هائلة تتجاوز الإجراءات السابقة التي طبقت عام 2014 بعدما اجتاحت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وأضاف: ولا زمن الإجراءات التدريجية، مؤكدا أنه في حال غزت روسيا أوكرانيا مجددا فسنبدأ من أعلى سلم التصعيد. وتطرق المسؤول الأمريكي إلى المخاوف السائدة في أوروبا من أن ترد روسيا على أي عقوبات عبر تقليص صادراتها من الطاقة إلى القارة العجوز التي تعتمد عليها بشدة، بالقول إن موسكو ستؤذي نفسها أيضا في حال أقدمت على خطوة من هذا القبيل. سلاح الطاقة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين يبحثون في الأسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة للتخفيف من تداعيات أي نزاع، بوقت تعاني فيه أوروبا بالأساس ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء. وشدد المسؤول الأمريكي على أن حزمة العقوبات الاقتصادية التي تعدها واشنطن للرد على أي غزو روسي لأوكرانيا ستشمل قيودا غير مسبوقة على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية. وقال: نتحدث عن تكنولوجيا متقدمة نصممها وننتجها، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران، وهو ما سيضرب بشدة طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستراتيجية لتحويل اقتصاده نحو التصنيع. وأردف هذه قطاعات دفع عنها بوتين نفسه على اعتبارها طريق روسيا للمضي قدما في تنويع اقتصادها ليتجاوز النفط والغاز. في العديد من الحالات، إذا كانت روسيا ترغب بتطوير هذه القطاعات، فهي تحتاج إلى استيراد التكنولوجيا والمنتجات التي لا ننتجها إلا نحن وحلفاؤنا وشركاؤنا. وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في واشنطن في 31 يناير كانون الثاني الجاري. وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن اللقاء سيتناول الأمن في منطقة الشرق الأوسط وتأمين استقرار الإمدادات العالمية للطاقة. مناورات عسكرية روسية. أتى الكشف عن هذه الترسانة من العقوبات الاقتصادية في وقت أطلقت فيه روسيا مناورات عسكرية جنوب البلاد وفي شبه جزيرة القرم، معربة عن قلقها من وضع الولايات المتحدة آلاف العسكريين في حال التأهب. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمري بيسيكوف للصحفيين: نراقب بقلق كبير
هذه التحركات الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتسبب من خلال ذلك بتصعيد التوتر، كما فعلت بقرارها سحب عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا بسبب ما اعتبرته خطرا وشيكا يتمثل باجتياح روسي مرتقب لأوكرانيا الموالية للغرب. وبعدما حذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين الماضي بقرارها سحب جزء من موظفي سفارتها في كييف وعائلاتهم، اتخذت كندا الثلاثاء الإجراء نفسه. وكان البنتاغون أعلن الاثنين أن قوة عتادها 8500 عسكري أمريكي وضعت في حال التأهب قصوى تحسبا لاحتمال نشرها لتعزيز أي تفعيل لقوة التدخل التابعة لحلف الناتو ردا على الأزمة الأوكرانية. وحشدت روسيا 100,000 جندي قرب الحدود الأوكرانية، مثيرة مخاوف أن تكون تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب، ما استدعى تحذيرات من دول الغرب كافة. وأفادت وكالات أنباء روسية أن القوات المسلحة الروسية أطلقت سلسلة جديدة من المناورات بالقرب من أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها، مع تدريبات تشمل 6,000 عنصر وطائرات مقاتلة وقاذفات. وأرسلت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا مساعدة عسكرية جديدة تشمل تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات المسلحة الأوكرانية. من جهته أعلن حلف شمال الأطلس الناتو أن دوله تعد لوضع قوات احتياطية في حال التأهب، وأنها أرسلت سفنا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا من جهتها أن قوات الحلف في جوارها تشكل تهديدا وجوديا. وحذرت الولايات المتحدة الثلاثاء بيلاروسيا من رد انتقامي في حال ساعدت حليفتها روسيا على غزو أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برياس: لقد أوضحنا لبيلاروسيا أنها في حال سمحت باستخدام أراضيها في هجوم ضد أوكرانيا ستواجه ردا حاسما وسريعا من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها. وأعلنت أوكرانيا الثلاثاء أنها فككت جماعة إجرامية تنشط تحت إمرة موسكو وكانت تحضر لهجمات مسلحة لزعزعة استقرار البلاد. روسيا تنتظر، وتنفي روسيا أي مخطط لشن هجوم على جارتها، لكنها تربط وقف التصعيد بمعاهدات تضمن خصوصا عدم توسع حلف الناتو ليشمل أوكرانيا، وهذه المطالب اعتبرتها أوروبا غير مقبولة وكذلك الولايات المتحدة. لكن يجري التأكد من أن قلق روسيا يؤخذ على محمل الجد، وأنه توجد رغبة في التفاوض على حلول. وبعد جولة محادثات يفترض أن تسلم واشنطن هذا الأسبوع ردا خطيا على المطالب الروسية. لكن في موازاة ذلك صعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط عبر وضع قوات في حال التأهب، وهذا التشدد يبدو أنه باغت بعض القادة الأوروبيين الحريصين على عدم استفزاز الكريملين. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد أن يقترح طريقا لوقف التصعيد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة. وأعلن ماكرون أنه سيتحدث مع بوتين الجمعة، لكنه أضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني إنه إذا حصل هجوم سيكون رد والثمن الذي ستدفعه روسيا باهظا جدا. تستقبل باريس أيضا الأربعاء اجتماعا لمستشارين رفيع المستوى مع ألمانيا وروسيا وأوكرانيا في محاولة لإعادة إحياء الحوار الذي يعود إلى عام 2015. ودعا وزير الخارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من جهته إلى عدم التهويل بشأن الوضع، وأكدت الولايات المتحدة عدم وجود أي خلافات مع الأوروبيين حول العقوبات التي ستفرض على روسيا في حال غزوها أوكرانيا. وتوعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرة أخرى روسيا بعقوبات غربية غير مسبوقة في حال غزت أوكرانيا. وتقول واشنطن أيضا أنها تريد التنسيق عن كثب مع حلفائها الأوروبيين الذين باتوا مرتابين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي جرى حسب قولهم بشكل أحادي الجانب. لكن الارتياب ليس محصورا بين ضفتي الأطلسي، إذ إن الأزمة الأوكرانية شقت وحدة الصف الأوروبي، فألمانيا التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع روسيا وتعتمد بشكل خاص على الغاز الطبيعي الروسي بدت مترددة في اعتماد لهجة حازمة ضد روسيا. وانتقد رئيس الوزراء البولندي بشدة الثلاثاء موقف برلين متهما إياها بأنها تعلي مصالحها الاقتصادية والطاقوية على المصلحة الأوروبية المشتركة. وعلى سبيل
المثال فإن برلين لا تزال تمنع إستونيا من أن ترسل إلى أوكرانيا مدافع هاوترز الألمانية. من جهتها طالبت روسيا للخروج من الأزمة بالتزامات خطية لعدم ضم أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الأطلسي ولسحب قوات الحلف وأسلحته من دول أوروبا الشرقية التي انضمت إليه عام 97، لا سيما من رومانيا وبلغاريا، ومطالب روسيا لا يقبلها الغربيون. وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، فإن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات مالية على روسيا من خلال منعها المصارف الروسية استخدام الدولار. ومن شأن قرار كهذا أن يسدد ضربة قاسية جدا إلى اقتصاد روسيا، لا سيما أنه منذ مطلع السنة تواجه بورصة موسكو وأسعار صرف الروبل صعوبات بسبب انعدام اليقين. أتمنى أن أكون قد أوضحت الصورة لحضراتكم. وختاما، لا تنسوا أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.